أعزائي متابعينا على قناة الدكتور عمر خليل، يا مرحبا بكم وأهلا وسهلا من جديد. النهاردة أنا أتكلم عن مشكلة dry mouth وإيه الأسباب اللي بتخلي الإنسان يشعر إنه ريقه ناشف أو لسانه ناشف أو بقه ناشف. الأسباب طبعا كثيرة، منها أسباب مرضية وأسباب غير مرضية وأسباب متعلقة بعلاج معين وأسباب متعلقة بحالة نفسية وظروف بيئية، يعني الأسباب كثيرة، يعني منها أسباب كما قلنا كمان موضعية وأسباب اللي هو مرضية عامة. والأسباب تلخصت في مجملها في زي ما احنا هنشوف. طبعا أول حاجة الضغط العصبي والنفسي والقلق. أي واحد عنده قلق، مش بينام كويس، حتى عنده ضغط في الشغل، عنده داخل على مقابلة وبكرة عنده مقابلة للشغل، هيلاقي نفسه تحت ضغط عصبي ونفسي أو امتحان بكرة، هتلاقي عنده نشفان في الريق وهيضطر يشرب سوائل كتير عشان يعوض المشكلة دي. والناس اللي عندها كمان تفكير كتير وبتفكر في حاجات ليها لازمة وملهاش لازمة، بالإضافة للناس نفسيهم اللي بتعالجوا من أمراض اللي هو النفسية والعصبية واللي بياخدوا أدوية العصبية والنفسية، لأنه بعض الأدوية بتاعت العصبية والنفسية بتسبب كمان نشفان في الريق. العطش ونقص السوائل في الجسم دي من أحد الأسباب الأخرى اللي ممكن نتكلم عنها، وهو بعض الناس اللي بتاخد مدرات للبول بدون تعويض السوائل في الجسم، خاصة زي مرضى الضغط أو الناس اللي عندهم مشاكل في الكبد ومشاكل في الكلى وإلى غيره. الناس المدخنة بكافة أنواع التدخين سواء الشيشة ومش الشيشة، دول ناس معرضين كذلك إلى مشكلة جفاف الفم، وخاصة هيكون عندهم باد هايجين وحيتكاثر فيها البكتيريا بشكل مرتفع، والنيكوتين نفسه بيعمل كذلك الشعور بالعطش أو جفاف الفم. زي ما قلنا في البند الأولاني، الناس اللي عندهم الضغط العصبي والنفسي والقلق وبياخدوا المهدئات النفسية اللي بتساعدهم على النوم، وكمان الناس اللي بتاخد بعض الأدوية الحساسية اللي بتسبب النوم وأدوية البرد والزكام زي السيدوفيدرين وغيرها، دي برضك بتسبب المشكلة. وكمان مشكلة البرد والزكام نفسه أساسا واحتقان الأنف، ومن الحاجات اللي بتعمل جفاف في الأنف، وخاصة الناس اللي بيتنفسوا من فم، لما يحصل البرد والزكام بتقفل الأنف وتلاقي الإنسان بيتنفس من بقه دايما، وده يضطروا انه يعوض انه يحدث نشفان للفم في طول فترة وجود الحساسية او مشكلة الأنف. بعض اضطرابات المناعة زي مثل التهاب المفاصل الروماتيزمي والدئبة الحمراء، والناس اللي عندهم التصلب الجلدي العام والموضعي ممكن معرضين كذلك لمشكلة جفاف الفم. بعض التسمم بكافة أنواعه سواء التسمم الغذائي أو التسمم الغير غذائي، التسمم بالأدوية أو غيره، يؤدي إلى نفس المشكلة. وزي ما قلنا وذكرنا في البند رقم 4 أمراض البرد والزكام وأمراض اللثة والأسنان أو مشاكل الأسنان والتهاب الحلق وانسداد الأنف زي ما قلنا. الشيخوخة وكبار السن ونقص السوائل معاهم وقلة التغذية من أحد الأسباب. ضف إلى هذه الأسباب الناس اللي بتشرب سكر كتير أو عندها مرض سكر أو عندها مشاكل إدراد بول زائد، في ديها بعض مشاكل مش موضح هنتكلم عنها دلوقتي. بنضيف للمشاكل دي الناس اللي عندها بتاخد زيوت كتيرة قبل النوم، أو اللي بتشرب أو بتاكل زبدة، أو الناس اللي بتاكل شوكولات، والناس اللي بتاكل أملاح كتيرة، دي بتسبب جفاف الفم. احنا بنتمنى في الفيديو ده انه نكون وصلنا لكم المعلومة المطلوبة وهي أهم أسباب جفاف الفم، وعشان كده بنتمنى منكم انكم تتابعونا على قناة دكتور عمار على اليوتيوب للمزيد من المعلومات، وأي سؤال ممكن تحطوه في الكومنتس أسفل الفيديو وإن شاء الله هنرد عليه في أقرب وقت. إلى اللقاء.